عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد آخر مؤتمراتها الجماهيرية بقرية منيا الشيحة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة. وخلال المؤتمر كشف رئيس حزب الوفد عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي اعتمد على 4 محاور أبرزها الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي وإصلاح التعليم. والنهارده المؤتمر الاخير لحمله الدكتور عبد السند يمامه بعد بورسعيد وبعد الدقهليه وبعد طنطا وبعد المرج، وبنختم النهارده بنقول للشعب المصري عندنا مرشح يستحق ان يكون رئيسا لمصر، عندنا مرشح له برنامج انتخابي، عندنا مرشح وراه تاريخ كبير هو تاريخ حزب الوفد. تابعنا انتخابات المصريين بالخارج يوم الجمعه والسبت والحد، وكان لنا فريق عمل في كل الدول العربيه والاوروبيه والافريقيه والاسيويه على قدم وساق من اعطى بقى المصريين. لكن انا عايز اقول ان المصريين وما ادوه والمشهد نفسه اللي بناء على التنسيق التام بين الهيئه الوطنيه للانتخابات ووزاره الخارجيه المتمثله في القنصليات والسفارات كان مشهد رائع يشرف المصريين جميعا. نقول ان العمليه الانتخابيه حقيقه يعني ودي حاجه تحسب للنظام الحالي، كلها شفافيه، الاجهزه بتدعمك بشكل واضح، ما حدش بيقول لك علق يافطه فين وما تعلقش يافطه فين، المساحات في الاعلام مفتوحه امام الاربع مرشحين. هي ده المكتسب اللي انا عايز اقول عليه، اقول ان المصريين يستحقوا هذا المكتسب.